في هذا المكان توحدنا جميعا بإيد واحدة بنقول نعم، نعم للإصلاح، نعم لمصرنا، لا للانتفاخ، لا للشعارات، لا لأي حاجة وحشة تضر بلدنا. أنا النهاردة حضرنا جميعا بنقول المجلس العسكري توليه هذا المكان فترة مؤقتة لحد عجية البلد مقر الأمان في انتخابات دستورية شرعية، في انتخابات مجلس الشعب، في انتخابات شورى، في انتخابات رئيس الجمهورية، في إرادة الشعب، إرادة الشعب. هدف المؤتمر النهاردة هو تحديد مهمة المجلس العسكري لنقل السلطة إن شاء الله. تمام، مجلس عسكري قائم لحين تسليم السلطة إلى مرشح اللي هجيبه إن شاء الله الشعب كرئيس جمهورية. واخد بالنا عليك النهاردة المؤتمر ده احنا بنقول المجلس العسكري تواجده داخل البلد هو حماية ومصلحة أمن للبلاد. عايز ما يتخافش بس ما يستحمل بقى وجع الفلوس أو الحرب. الشباب قام بالثورة، لازم نحافظ على الثورة دي ولازم نحافظ على بقاء المجلس العسكري كمان في الفترة الحالية، على أساس إن الاثنين هما خطين متوازيين، خط قام بالثورة وخط حافظ على الثورة. أول خطوة للطريق الصحيح إن احنا بنعمل انتخابات مجلس الشعب، وتاني خطوة انتخابات مجلس شورى ونعدل الدستور، هي دي الخطوات السليمة إن شاء الله اللي هيبتدي بقى الاستقرار. لأن عدد كبير من مرشحي الدائرة الثامنة بجنوب القاهرة من مختلف الأطياف والاتجاهات السياسية والفكرية يعلنون بوضوح أن جميع المصريين مطالبين الآن بإعلاء مصلحة مصر فوق أي مصالح خاصة أو مصالح حزبية.